الحضور الكرام، إطارات الدولة الحاضرين معنا، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقوم بهذه الزيارة رفقة زملائي الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لهذه الولاية المذيفة، وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليمات السيد الوزير الأول بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنعاش الاقتصادي وإعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة من خلال النهوض بالمؤسسات الكبرى والمجمعات الصناعية ذات القيمة المضافة وخلق بيئة محفزة للاستثمار المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل. إن هذا الصرح العتيد للصناعة الوطنية الإلكترونيك يعتبر دعامة أساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الإلكترونيات، حيث تم تحديثه مؤخراً من خلال استثمارات معتبرة سمحت له بتعزيز قدراته الإنتاجية وفرض وجوده في الأسواق المحلية وتحقيق قيمة مضافة معتبرة.